السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مي أدري، وإن شاء الله هنتكلم عن approach to polytrauma patient، سواء كانت محاضرة أو tutorial. الاتنين شبه بعض تقريبا، نفس الكلام موجود هنا وهنا. هنتكلم عن المحاضرة in details عشان المحاضرة فيها كلام أكتر شوية، وفي الآخر خالص هنعمل recap بالtutorial ولو في أي صور زيادة أو أي حاجة كده. تمام. طيب ليه إن إحنا ناخد approach to polytrauma patient حاجة مهمة؟ عشان هم لقوا انه لما عملوا احصائيات لقوا انه ده المورتاليتي، تمام، دي المورتاليتي ريت 6% بويزنينج، 8% فولز، 6% فايرز، انجريز، كلها انجريز، بس لو ان 23% تقريبا اكبر نسبة فيهم بسبب الرود ترافيك اكسيدنت اللي هي الحوادث. فالبولي تروما حاجة مهمة جدا ان المورتاليتي ريت بتاعها عالي، تمام. وكان الدكتور قال لنا انه اللي بيجي الاستقبال او اللي بيجي الميري عندنا بيبقى نصهم تقريبا تروما، تمام، فالموضوع البردن بتاعه عالي جدا. تمام. فدي شويه احصائيات مش مهم. تمام. عندنا بقى ايه بقى الاسسمنت اللي بنعمله للناس للبولي تروما بيشنتس؟ هم 9 خطوات ودرس كبير شويه، وفي كلام كتير ورغي كتير، وفي كلام اصلا الدكتوره ما قالتهوش، فاحنا نمشي بس بطريقه منظمه، نبقى عارفين العناوين الرئيسيه وتحتها نلغي بقى براحتنا. تمام. اول حاجه عندنا preparation, triaging, primary survey، الحاجات المساعده primary survey والsecond survey وهكذا. بقى نتكلم عن حاجه حاجه. اول حاجه preparation، يعني ايه preparation؟ ان انا ابقى جاهزه لحاله وليتروما. preparation بيبدا في قبل في المستشفى، قبل ما الحادثه نفسها تحصل، ان انا اكون جاهزه بالايكويبمنت بتاعتي، انه المستشفى تكون مجهزه، حتى لو ما حصلش حادثه، ما جالهاش polytrauma patient، بس احنا مجهزين. تمام. فالpreparation دي أول خطوة في الأسسمنت بتاع البوليتروما بيشنت. البريبريشن بيكون at the scene، sorry at the hospital هو الإيكويبمنت، و at the scene of the accident يعني في المكان اللي حصل فيه الحادثة، في الفيلد اللي حصلت فيه الحادثة. تمام. البارامدكس بقى، المسعفين، الناس لو حد واخد كورس إسعافات بيحاول إن هو يسعف البيشنتس دول لحد ما الإسعاف توصل أو لحد ما يوصل المستشفى. تمام. فاحنا عندنا كده في المستشفى المفروض اول ما الناس المسعفين يعني البارامدكس ما بيوصلوا بالبولي تروما بيشنتس للمستشفى، المفروض تكون العمليه ما بينهم وما بين الدكاتره والستاف اللي هيتعامل بقى مع البيشنتس دول عمليه سموث، يبلغهم بكل تفاصيل الحاله، والتيم ليدر اللي جاي بالحاله ده هيبقى يبلغ الدكتور بكل حاجه هو عرفها من ساعه الحادثه لحد ما وصل بيه للمستشفى، وكل انفورميشن تكون افيلبل للانتاير تيم. عشان هنعرف، هنشوف دلوقتي في لو حتى جينا هنا بصوا هنا ده في التيتوريال، دي اول صوره خالص محطوطه عندنا في التيتوريال بتاع الابروتش تو بولي تروما بيشنت، حته التيم ورك، مفيش حد هيشتغل لوحده في حاله بولي تروما، فلازم الموضوع كله يبقى تيم ورك. تمام. طيب وقلنا ان المستشفى لازم تكون مجهزه، لازم يكون عندنا ريسسيتيشن اريا، لازم يكون عندنا الايكويبمنت اللي نقدر نسكيور بيها الاي واي زي اللارينجوسكوب والاندوتراكيال تيوب، ولازم ايه؟ لازم يكون عندنا كريستالايز سوليوشن وورمد. ليه؟ لان احنا مش هنعرف ان الهايبوثيرميا من الحاجات الخطيره اللي ممكن تاثر على البولي تروما بيشنت، فلازم اي حاجه ان انا اديها له تكون ورم، ما ينفعش ان انا ادي له حاجه ايس مع حاجه مثلجه تؤدي ان درجه حرارته توطى فيعمل لي سكندري برين انجري. تمام. ولازم يكون عندي طبعا لابوراتري وراديولوجي، ولازم ايه لو انا هنقل البيشنت ده، لو انا مثلا جاي لي حاله مخ واعصاب وانا محتاج ان انا احولها لدكتور مخ واعصاب بس انا ما عنديش في المستشفى، لازم يكون عندي ايه الموافقات والحاجات دي ان انا اقدر انقله لمستشفى تاني. تمام. فدي كانت اول حاجه معانا البريبريشن. فانتوا كده وانتوا بتذاكروا لو معاكم الورقه او معاكم الباوربوينت او معاكم اي حاجه، فتيجوا تعملوا جنب كلمه بريبريشن وتعملوا صح، خلاص احنا فهمنا يعني ايه بريبريشن، وكان باقي كلمتين بصوت. تمام. بالنسبه للتراياجنج، ده ليه راوند لوحده، توتوريال لوحده، اللي هو السورتنج، ان انا بقسم البيشنس اللي جايين لي على حسب حالتهم. تمام. على حسب الاي بي سي دي ابروتش. تمام. بشوف مين اللايف ثريتنينج كونديشنز، مين الحالات اللي ممكن تستنى معانا، كل ده مشروح في التراياجنج. بس في حالات البولي تروما في حاجه مختلفه شويه، في حاجه اسمها مالتيبل كاجواليتي وماس كاجواليتي. بمعنى الموضوع بيعتمد على ان انا عندي حاجتين، النمبر اوف ذا بيشنتس اللي جايين المستشفى، والهوسبيتال ريسورسز او الفاسيلتيز المتاحه في المستشفى. هل عدد العيانين اللي جايين المستشفى مناسب مع الفاسيلتيز اللي في المستشفى؟ خلاص يبقى دي اسمها مالتيبل كاجواليتي. يبقى المالتيبل كاجواليتي بيقول لي in which the number of the patients and the severity of their injuries، يعني عددهم وخطورة حالتهم، do not exceed the capability of the facility to render care، مش بتتعدى الفاسيلتيز بتاعة المستشفى ان هم ياخدوا الرعاية الصحية. تمام. ففي الحالة دي انا بعالج مين بقى؟ دي جملة مهمة ممكن تيجي في الام سي كيو،
بنعالج اهو in such cases patients with life threatening problems and those sustaining multiple system injuries are treated first. يعني الناس اللي عندهم life threatening problem محتاجين تدخلات كتير ومحتاجين ان احنا نقعد معاهم فترة طويلة، دول ايه اكتر او اول ناس هتتعالج. تمام. اما في حالات الماس كاجواليتي مثلا في حالات الكوارث والزلازل والعدد الكبير بيبقى رايح المستشفى، فده بيتخطى الفاسيلتيز بتاعة المستشفى اللي هي، فمش كل البيشنس هيقدروا ان هم يحصلوا على رعاية صحية. ففي الحالة دي بقى المفروض ان انتوا بتعملوا ايه؟ ان احنا في الاستقبال بنبدأ نعالج، هنا كاتبين ايه؟ بنبدأ نعالج الناس اللي هتعيش. يعني لو حد life threatening وهيحتاج مني مجهود ووقت واكوبمنت وفاسيلتيز كتير من المستشفى، لا ده خلاص ده هيتحط على جنب وهنبدأ نعالج الناس اللي هتعيش. تمام. معلش هو الموضوع يبان اخلاقيا صعب شوية، بس ده اللي بيحصل. ان يعني انا مش هسيب، يعني مثلا لو انا داخل مستشفى 300 والمستشفى بتستوعب او هتقدر تعالج 100 بس، فانا مش هفضل واقفة مع واحد واسيب مثلا ثلاثة أربعة قصاده كان ممكن أعالجهم ودول هيعيشوا والفاسيلتيز هتكفيهم. تمام. فالمالتيبل كاجواليتي عدد البيشنت يكفي دو نوت اكسيد الهوسبيتال فاسيلتيز. الماس كاجواليتي عدد البيشنت للأسف هيكسيد الهوسبيتال فاسيلتيز، فهنعالج اللي هيعيش. تمام. فهنا بيقول in such cases patients having the greatest chance of survival and requiring the least expenditure of time, equipment, supplies and personnel are first treated. تمام. دي تاني حاجة تريدنج. تالت حاجة بقى نتكلم عنها ان ديتيلز شوية، وهي البرايمري سيرفي، ودي اعتقد موضوع السؤال في امتحان الاوسكي ان شاء الله. البرايمري سيرفي ان احنا بنعمل ايه؟ الاي بي سي دي اي ابروتش. الاي احنا عارفين ان هو اير واي، والبي اللي هو البريثنج والفنتيليشن. تمام. السي اللي هو سيركيليشن، الدي ديسابيليتي والاي اكسبوجر انفايرمنت. الاي الاير واي هنا بس هنضيف لها حاجة في البوليتروما بيشن، حتة الريستريكشن اوف سيرفايكال سباين موشن، ان احنا نحافظ على السيرفايكال سباين هو ما يتحركش عشان ما يحصلوش كوادريبليجيا. تمام. فدي بيسموها اي بلس، يعني ايه؟ اير واي بلس الريستريكشن اوف سيرفايكال سباين موشن. تمام. السي كمان حطوا لها حاجه كمان، السي بلس ان انا بحافظ على السيركيليشن والهيموريدج كنترول. اكيد البيشنت اللي جاي لي في بولي تروما ده ما اكيد بينزف، فلازم نكنترول البليدنج والهيموريدج. تمام. في حاجه اسمها 10 سكند اسسمنت، اللي هو ايه؟ ازاي نأسس الاي بي سي دي ابروتش اللي احنا لسه هنتكلم عنه دلوقتي، يعني بس within 10 seconds بسرعة كده نقول للبيشنت ازيك عامل ايه، اسمك ايه، ايه اللي حصل، فاكر ايه اللي حصل. فاول ما يرد عليا انا الحمد لله كويس، اسمي كذا كذا، انا كنت في المكان الفلاني وحصل كذا كذا. تمام. هو كده تمام conscious و alert والاير واي زي الفل والبريثنج زي الفل، فخلاص فانا كده بأسست ال ABCD approach بسرعة ب 10 seconds. تمام. هدف البرايم سيرفي اللي هنتكلم عنه دلوقتي ان انا اقدر اتدكت اللايف ثريتنينج كونديشنز، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه عشان نبدا ان احنا نعالجها. يعني مثلا ما يبقاش عنده تعويره صغيره قد كده وسايبه الاير واي ولا البريثنج مش شغالين. تمام. طيب اول حاجه في البرايمري سيرفي، احنا كده بس عشان نبقى مستسلمين دماغنا، احنا بنتكلم عن الاسسمنت. اول حاجه اتكلمنا عنها البريبريشن، تاني حاجه تراياجي، تالت حاجه بنتكلم عنها البرايمري سيرفي. تمام. البرايمري سيرفي اول حاجه فيها الاي اللي هي الاير واي. الاير واي طالما البيشنت كونشس وبيتكلم ورد على سؤالي وقال لي اسمه ايه، خلاص الاير واي كده مينتيند. تمام. ازاي بنأسس الاير واي اوبستراكشن؟ الساينز اوف اير واي اوبستراكشن لوك لسن اند فيل. بنلوك هل في اجيتيشن، معنى كود اجيتيشن هو مش عارف ياخد نفسه، معنى كده في هايبوكسيا. هل في ريب ريتراكشن، بشوف كده ما بين الانتركوستال سبيسز كده بيكون في ريب ريتراكشن، العضلات داخله جوه، معنى كده ان هو بيعمل مجهود عشان يعرف ناخد نفسه. هل في ديفورمتي، هل في فورين بودي هو اللي سدد الاير واي ولا لا. بنلسن سبيتش، لو هو بيتكلم تمام يبقى زي الفل، ما فيش ابستراكشن، في هورسنس اوف فويس، نويز بريثنج، جورجل، سترايدل، مش عارف ياخد، في اختناق، في لو ما فيش ساوند خالص ولا بيتكلم ولا طالع له اي حس يبقى كده في كومبليت ابستراكشن، فناخد بالنا. تمام. طيب ونحس بقى لو في هيماتوما، ديفيشن للتراكيه، لو في كرابيتس وهكذا. تمام. يبقى لوك لسن اند فيل اللي احنا عارفينها قبل كده. طيب الايري ابستراكشن قلنا سببها ايه، مشروحة بالتفصيل في التوتوريال للاير واي وبالاسباب بتاعتها، بس هنا لو جاء في بولي تروما بيشن ممكن يكون سببها تروما، سواء كانت ماكسيلو فيشيال تروما وشه كله مضروب، او نيك تروما، او لارينجيال تروما، او تراكيال تيوما. كل الحاجات دي بتبقى الباث، الطريق اللي بيعدي فيه الاير، فكده في ايه ممكن يحصل اير واي اوبستراكشن. هنعمل ايه بقى الاير واي انترفينشن عشان نريليف الاير واي اوبستراكشن؟ عندنا حاجات بس نمشي بيها بالترتيب. اول حاجه مثلا مش احنا قلنا في لوك لسن اند فيل، في لوك قلنا بنشوف الفورين بودي، اول حاجه ريموف الفورين بودي، ممكن تكون حاجه واقفه بزوره من الحادثه
شلناها خلاص بقى عارف ياخد نفسه، ولا اتدخلت ولا عملت اي انترفنشن. تمام. تاني حاجه بقى، لو في سكريشنز او فوميتس نعمل لها سكشن. طب ما نفعش وشلت الفورين بودي وشلت السكريشنز برضه بس ما مش بياخد نفسه، يبقى هنعمل بقى البيزك مانوفرز اللي احنا عارفينها، اللي هم تشيد تلت تشين ليفت وجو ثرست، ونشوفهم دلوقتي ونعرف الفرق ما بينهم. تمام. طب ما نفعوش، او انا عايزه اعمل له حاجه دايمه بقى، مش حاجه افضل ماسكاه فيها، يعني هيد تشين ليفت وجو ثرست ده الدكتور هيفضل ماسك راس العيان حرفيا لحد ما يثبته بقى، يدخله حاجه تانيه زي الاوروفارينجال اير واي او النيزوفارينجال اير واي. تمام. فكده بالترتيب من الابسط للمعقد، اول حاجه الفورين بودي والسكريشنز والفوميتس، بعدين هيد تشين ليفت او جو ثرست، بعدين اوروفارينجال اير واي او نيزوفارينجال اير واي، ونشوفهم كمان شويه ونعرف مين ينفع امتى ومين ما ينفعش. تمام. طب ما نفعوش، يبقى نحتاج ان احنا نجيب اكسبرت، حد اكسبرت ان هو يركب لي انتراكيال انتيبيشن. ما نفعتش برضو النفس مش بيتنت، فهندخل بقى بحاجات سيرجيكال زي كليك والثيرويدوتومي، انتوا خدتوها او شفتوا صورتها يعني في الاير واي توتوريال، ان احنا بنيجي ما بين الثيرويد والكليكويد كارتليج في ميمبرين ما بينهم، لو حطيتوا ايديكوا كده على زوركم هتلاقوا فيه كده عظمه بارزه، هو ده الكارتج. تمام. احنا بنفتح ما بينهم كده، ما بين الاثنين كارتج ده وبين بنسلك الاير واي. تمام. واخر حاجه بقى التراكيستومي، ودي اكتر حاجه كومبليكيتد، لازم عمليه بقى وبيفتحوا من تراكيا وبيركبوا اير واي. تمام. طيب يبقى كده ايه الانترفنشنز دي، الهيد تلت شين ليفت وجوست راست انتوا واخدينهم وفاهمين المانوفرز، لو حتى شفنا الصور ده هيد تلت يعني بيرجع الراس لورا، شين ليفت بيرفع الدقن لفوق بحيث ان هو يبعد التونج عن الفارينجال وول والابيجلوتس. تمام. طيب ايه بقى مشكلتي؟ مشكلتي ان في الهيد تلت شين ليفت انا هنا بحرك الهيد، فبالتالي بحرك السيرفايكال سباين، فما تنفعش في الناس اللي عندهم suspected neck injury، لان دي ممكن تعمل لهم ايه؟ quadriplegia. ولكن في الحالة دي، بس احنا لو هيت الشيل ليفت ما ينفعش هنعمل دوس راست. طب دوس راست ما نفعش، وانا ما عنديش فاسيلتي ان انا اركب له اوروفارينجال اير واي او نيزوفارينجال اير واي او انتيويش انا في الشارع مثلا. ففي الحالة دي بيقول لي ان death from hypoxic airway obstruction is much more common than quadriplegia resulting from emergency airway manipulation. بمعنى انه لو يعني انه هيموت من الهايبوكسيا قبل ما يجيله الكوادريبليج اللي انا خايفه منها، بمعنى ان انا عندي هيتل تشنفت مش هينفع في الهيد انجل. متفقين؟ متفقين. هنعمل ايه؟ جو ثراست. جو ثراست ما نفعش، يبقى في الحاله دي هنعمل هيتل تشنفت واحنا مضطرين، هو كده كده هيموت من الهايبوكسيا فيجيله كوادريبليج احسن ما يموت من الهايبوكسيا. تمام. طيب الدوس راست بقى دي حلوه في ايه؟ في الناس اللي عندهم strong suspension of cervical spine injury، معظم يعني الناس اللي بتيجي في البولي تروما بنسسبكت ان هم عندهم cervical spine injury، دي تروما يعني. تمام. وهنا برضو المانوفر بتاعتها، بنحط الفينجر posterior to the mandible يعني ورا المانديبل كده، بن apply الجو upward and forward pressure، بنحط كده pressure على البون بتاع البيشنت بس. تمام. بن hold the mouth slightly open، بنخلي الماوس مفتوح using thumb، الثامب هنا هو اللي بيفتح الماوس. تمام. طيب ده بالنسبة لهيد تشين ليفت والجو ثراست. السؤال المهم في الام سي كيو، مين اللي ينفع في سيرفايكال سباين انجري؟ هو الجو ثراست. تمام. طيب دي بالنسبة للاوروفارينجال ونيزوفارينجال اير واي انا بالمنظر ده، ودي برضو اتشرحت في الاير واي توتوريال. الاوروفارينجال اير واي بتتقاس من الميد بوينت اوف انسايدرز، من عند فلقة السنان كده، من عند سناننا في النص لحد الانجل اوف ذا مانديبل، من العظمه للعظمه. تمام. اما النيزوفارينجال اير واي بتتقاس من عند الايلا اوف ذا نوز لحد التريجس اوف ذا اير، من الحته الطريه للحته الطريه. تمام. الدايمتر بتاعت النيزوفارينجال اير واي هيجي ليها كذا دايمتر، بس الدكتوره قالت ان الدايمتر بتاعها بيتقاس بالليتل فينجر اوف ذا بيشنت، يعني كده بالتقريب. طيب ليه بنقيس؟ ليه بنقيس النيزوفرينجر اير واي او الاوروفرينجر اير واي قبل ما نركبه؟ عشان لو هو مش appropriate size ممكن يعمل more obstruction، ياخد التانج وينزل بيه ويقفل الاير واي خالص، فلازم يكون في السايز اللي يناسب العيان ده. طيب ما احنا كده خلصنا الايه؟ الاير واي، ما اتكلمناش فيه غير عن اذا اعرف الاير واي obstructed ولا لا، وازاي اريليف الاوبستراكشن. في اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. تمام. يبقى انتوا كده فورا على الجنب النقط المهمه في كل حاجه، التفاصيل انتوا عارفينها واخدينها قبل كده. الاي بلس بقى، البلس بتاعتنا احنا قلنا بن بروتكت السباين، سباين ماست بي بروتكتد فروم اكسسيف موبيليتي تو بريفنت ديفلوبمنت اوف اور بروجريشن اوف ديفيسم، هو يحصل له نيورولوجيكال ديفيسم. ازاي بقى نحافظ على السباين؟ عن طريق السيرفايكال كولر، هو بالمنظر ده السيرفايكال كولر او النيك كولر، وهنشوف له صور في التوتوريال في الاخر ان شاء الله، او المانيوال ان لاين
stabilization، ان احنا بنثبته لو مثلا النيك كولر مش متاح معانا، او مثلا عايزين نثبت راس البيشنت عشان لو حد مثلا هيعمل انتيوبيشن، يبقى في الحاله دي حد بيقف من جنبه بقى، المفروض اللي هيقف وراه الدكتور اللي هيركب التيوب اللي هيعمل انتيوبيشن، فحد هيقف من جنبه وهيثبت، هنشوف برضو الموضوع ده صور في الاخر، وهيثبت النك بالمنظر ده. تمام، يبقى احنا عندنا طريقتين بنثبت بيهم سيرفايكال سباين، السيرفايكال كولر او نيك كولر والمايلز. تمام، طيب كده خلصنا الايه، ناخد نفسنا بقى كده ونشوف احنا خلصنا ايه. خلصنا preparation و triaging و primary survey، خلصنا فيها الA plus. بالنسبة للB اللي هو ال breathing وال ventilation، ال breathing وال ventilation بنأسس ازاي؟ عن طريق ال respiration، ال rate وال rhythm وال depth وال pattern والحاجات دي، وبنعمل auscultation. ليه بنعمل auscultation؟ لأن ممكن يكون عندنا pneumothorax، فالpneumothorax بالauscultation بيبقى ايه؟ مش بسمع ال air entry. وبنعمل percussion. ليه ممكن نعمل percussion؟ عشان برضو في pneumothorax في ال percussion بيكون hyper resonance. تمام؟ وبنعمل inspection و palpation لل chest، هنشوف هل في حاجة عاملة compression لل ventilation ولا لا. ايه الحاجات اللي بخاف منها في البولي تروما بيشنت في البي؟ التنشن نيموثوراكس، الماسيف هيموثوراكس، الاوبن نيموثوراكس، والتراكيال والبرونكيال انجري. تمام، دي اكتر حاجات ليثن ممكن تموت العيان، ناخد بالنا منها. والتنشن نيموثوراكس بيتشخص كلينيكالي، ما ينفعش ان انا اخد العيان كده من ايديه بولي تروما بيشنت وانا شاكه ان هو عنده تنشن نيموثوراكس واروح اعمل له اكس راي، ما ينفعش، ده بيتشخص كلينيكالي. تمام، طيب لو اكتشفت اي حاجه من دي وانا بعمل البرايمر سيرفي، لازم تتعالج اثناء البرايمر سيرفي، should be managed during the primary survey. تمام، طيب في شويه ملاحظات كده. احنا قلنا ان اهم حاجه بناخد بالنا منها التنشن نيموثوركس والماسيف هيموثوركس. ليه ماسيف هيموثوركس مهم؟ عشان ده كده في بلود بيكون في البلوره اللي حوالين اللنج. تمام، بلود ده ممكن يعمل لي هايبوفوليميك شوك، بناخد بالنا، وكمان بيضغط على اللنج فهيقلل الكفاءه التنفس. تمام، الاوبن نيموثوركس نفس الحكايه برضو، والانجري اللي بيحصل للتراكيه والبرونكيول. طب بالنسبه للسامبل نيموثوركس والسامبل هيموثوركس والفراكتشر ريب والفليت تشست والبلمونري كونتيوجن، الحاجات دي ممكن تكمبرومايز الفنتيليشن، بس مش هتموت العيان زي ما التنشن نيموثوركس هيموته. دي حاجات خفيفه نقدر نصبر عليها بعد ما نخلص البرايمر سيرفي، يعني الحاجات دي سامبل وهيمو ونيموثوركس والفراكتشر ريب والفليت تشست ممكن نصبر عليهم بالسكندري سيرفي. تمام، طيب لو patient جاي لي بسيمبل نيموثوركس، هو في الحادثه وحصل له سيمبل نيموثوركس، شويه اير كده اتجمعوا في البلوره بس مش عاملين لي تنشن، مش عاملين لي انستابيليتي، فانا حطيته على فنتليتر عشان ياخد بوزيتيف اير ويعرف يتنفس، فده ممكن يقلب بتنشن نيموثوركس، لان البوزيتيف بريشر عمال يزود البريشر جوه البلوره، يزود البريشر فبيزود الهواء فبيقلب بتنشن نيموثوركس. ف most common cause ان السامبل نيموثوركس يقلب بتنشن نيموثوركس هو الاياتروجينيك البوزيتيف بريشر فنتيليشن. تمام، طيب في البريثنج في حاجه هديه معانا بقى، زي ما قلنا في الاير واي الهديه بتاعتنا كانت السيرفايكال سباين ستابيلايزيشن، في البريثنج الهديه بتاعتنا هي الاكسجين. زي ما قلت في التوتوريال بتاع الاير واي انه اي بيشنت او اي حد داخل الاستقبال لازم يتحط على اكسجين. تمام، فهنا بيقول لي ان every injured patient، اي patient جاي في البولي تروما لازم ياخد supplemental oxygen حتى لو مش intubated ومش indicated ان هو يبقى intubated. تمام، ده ممكن نديله الاكسجين عن طريق mask reservoir وخلاص عشان نoptimize الاكسجينيشن. تمام، وفي الوقت ده برضو ايه، نحط البالس اكسيمتر عشان نمونيتور الهيموجلوبين ليفل، لو ما يبقاش في مثلا كاربوكسي هيموجلوبين في حالات ال CO poisoning. زي الفل. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا ايه، ال A plus وال B plus، ال B plus اللي هو ال B breathing و oxygen. تمام، ال C بقى، ال C ليها برضو C plus، ال C circulation plus ال hemorrhage control. تمام، فالهيموريدج حاجة مهمة بالذات بقى في البوليتروما بيشن، هو جاي انا معرفش هو بينزف منين ولا منين، فأهم حاجة، أهم حاجة في حتة الهيموريدج دي نأسس البولس. ليه بقى البولس؟ عشان لو هو في شك، لو هو جاي بشك، شك دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش اكسجين او برفيوجن كويس واصل للتشو. تمام، ففي شك. تمام، ازاي بقى تدكت الشك؟ في ناس كتير تقول البلاد بريشر يبقى قليل، اقل من 90 سيستوليك مثلا، بس ده غلط. لو البلاد بريشر نورمال
والبولس عالي، يعني انا كان في تاكي كارديا، معنى كده ان دي شق بيكون ستيج 1، فانا مش هستنى الستيج 3 او 4 لحد ما البلاد بريشر يبدا يقل عشان اقول ان هو في شق. ففي الشق بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على البولس او التاكي كارديا يعني. فده سؤال مهم اتقال تقريبا 10,000 مره في الراوند، الشق بنعتمد عليها في ايه؟ في البولس مش في البلاد بريشر. تمام. طيب عندنا ازاي بقى نعالج موضوع البي سي سيركيوليشن؟ لو هو بينزف يبقى اهم حاجه ستوب اند ريبليس، بنستوب البليدنج ونريبليس بفوليوم. تمام. البليدنج ممكن يكون ايه؟ اكسترنال هيمورج وانترنال، اللي بنقول عليها بلاد اون ذا فلور، يعني دم اكسترنال بليدنج فواقع على الارض، اند فور مور اللي هو الانترنال بليدنج اللي هو ايه؟ التشست اللي هو في البلوره، في الابدومين، في الريتروبريتونيوم، في البلفس واللونج بونز. الريتروبريتونيوم والابدومين دول مع بعض، فالتشست والابدومين والريتروبريتونيوم والبلفس واللونج بونز دول هم الفور مور الانترنال هيموريدج. تمام. الاكسترنال هيموريدج بنوقفه ازاي؟ اي هيموريدج اكسترنال بنوقفه بكمبريشن، فبنعمل دايركت مانيوال بريشر كومبريشن من بره. تمام. طب ممكن نلجا للتورنيكي، ان هو بيجيبوا التورنيكي بتاعه الكاف بتاعه جهاز الضغط ويربطوها، فده يقلل لك شويه الهيمريج. بس ناخد بالنا الموضوع ده بيعمل لنا اسكيميك انجري، ان هو يقلل بس سبلاي للبريفري فيعمل لنا اسكيميا. تمام. فاحنا بنستخدم التورنيكي اونلي وين دايركت بريشر از نوت افكتيف والبيشنت لايف از ثريتن، انا مش عارفه اوقف البليدنج خلاص، ففي الحاله دي بنستخدم التورنيكي. في ساعات يقول لك ان احنا بنعمل فاين كلامبنج، ان احنا نربط الفاسل اللي بينزف ده، بس ده فيه عرضه ان هو ايه؟ يدامج النيرف والفينز اللي جنب الارتري اللي بينزف. تمام. فاحسن حاجه نوقف فيها اللي هي الاكسترنال هيمريج هو الدايركت مانوال بريشر. الانترنال هيموريدج بقى اللي هو قلنا ايه؟ الفول مور تشست وابدومين بريتروبريتونيوم وبلفس ولونج بونز. تمام. طب بن ايدنتيفاي ازاي؟ فيزيكال اكزامينشن وامجنج. اهم حاجه في الامجنج الفاست او الاي فاست، اللي هو الفوكس اسسمنت والسونوجرافي فول بولي تروما بيشنت، اللي هو شبيه الالترا ساوند بس بيتعمل بسرعه، يعني مش بنشوف ديتيلز، انا بشوف هل في هيموريدج ولا لا بس. تمام. زمان كانوا بيعملوا موضوع الدايجنوستيك بريتونيال لافاج، ان هم بيحقنوا فلويد في البريتونيوم وبيشفطوا، لما بيلاقوا في دم خرج معنى كده ان في انترنال هيموريدج، بس دلوقتي مش بتتعمل، جه بدلها واحسن حاجه طبعا الفاست. تمام. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في حالات ال internal hemorrhage؟ احنا قلنا external pressure. ال internal هنعمل ايه؟ والله لو الموضوع chest، يعني في chest bleeding، يعني في بلوره الافيوجن massive hemothorax، هنعمل chest decompression زي pneumothorax، ان احنا حطينا needle decompression وفرغنا اللي موجود في البلوره. تمام. طب لو في البلفس هنعمل ايه؟ pelvic stabilization، احنا نثبت البلفس في مكانه عشان ايه؟ هو كده في pelvic fracture وهو ده اللي عامل لي hemorrhage وهيماتوما. تمام. فاحنا بنحط pelvic stabilization، او لو ما فيش حاجه تثبت البلفس، البلفس بنعمل ايه؟ بنربطه بملايه. تمام. طيب في بقى ديفينيتيف مانجمنت، دي حاجات ايميديت، حاجات بتتعمل في الاستقبال. الديفينيتيف بقى اللي هو سيرجيكال او انترفينشنال راديولوجي، الراديولوجيست بيدخل وبيقفل الارتري اللي بينزل ده. تمام. طيب ولو لونج بون هي اللي فيها مشكله، فبيعملوا لونج بون ستابلايزيشن، وطبعا طبعا طبعا بينشيت سيرجيكال كونسلتيشن او ترانسفير بروسيجر ايرلي، ان انا ابعت لحد جراح ان هو يجي يشوف الحاله اللي بتنزل دي انظام. تمام. فاحنا كده فرقنا ما بين الاكسترنال هيموريدج والانترنال هيموريدج. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن البليدنج كنترول، وده اول لاين في السي، السي اللي هو سيركيوليشن والهيموريدج كنترول. تاني حاجه بقى اللي هو الريبليسمنت، مش انا وقفت بليدنج، طب واللي فقد وده مين هيعوضه له؟ نديله ريبليسمنت. اول ما بيجي لي كده بسم الله، ان احنا بنركب له اتنين فاسكولار اكسس، تو لارج بور بريفيرال فينس كاثيتر، اتنين كانيولا كده عراض عشان نعرف ندخل منهم الفلويد والبلاد والبلازما. تمام. طيب طبعا ناخد عينه دم، هو فقد دم بالهبل فما جاتش على الكام سنتي اللي ناخدهم، فبلاد سامبل عشان ايه؟ عشان الكروس ماتشنج، عشان اشوف لو دي فيميل هشوف البريجنسي تيست بتاعها نظامه، هشوف مثلا الاي بي جي بلاد جاسز، اللاكتيد ليفل، لان هو لو في شوك هيبقى فيه لاكتيك اسيدوزس. لو ما فيش بريفرال لاين اوبتيند مش عارفه اوصل له، ممكن نعمل ايه؟ سنترال فينس اكسس، ان انا ايه ادخل بسنترال لاين، وده موجود في التيوتوريال بتاع السي في سي سنتر فينس كاسيتوريزيشن. تمام. طيب هندي فلويدز ازاي بقى؟ احنا قلنا هندي كريستالويدز اي في فلويد ثيرابي. تمام. بس اهم حاجه زي ما قلنا في الاول ان هي تكون ورم، ان هي تكون دافيه ما تكونش بارده. ليه؟ عشان ما يحصلوش هايبوثيرميا، تكون 37 ل 40 درجه. تمام. طيب بنديله قد ايه؟ بنديله لتر اوف ايزوتونيك سوليوشن. ليه ايزوتونيك مش هايبرتونيك ولا هايبوتونيك؟ دي مشروحه بالتفصيل في الفلويد ثيرابي توتوريال، لو انتم حابين يعني ترجعوا تشوفوه. تمام. طيب
فاحنا كده بندي للبيشنت ده ايه، احنا قلنا اول حاجه حطينا اكسس وخدنا بلاد سامبل، ولو ما نفعش البريفرال اكسس هنركب سنترال، وعطينا له فلويد اللي هو لتر من ايزوتونيك سوليوشن. تمام، طب اللتر ده ما نفعش، if the patient is unresponsive to initial crystalloid therapy هندي له ايه؟ blood transfusion، مش هندي له لتر تاني. ليه؟ لان ده هيعمل over سوري هي الفلويد هيبقى اوفر في الجسم، ف ممكن يعمل كونديس فارت فيلير، ممكن يعمل كواجيلوباثي كمان. تمام، طيب فهنا عندنا ايه؟ aggressive resuscitation before control of bleeding، يعني قبل ما نديله البلاد ترانسفيوجن، ده بيزود الموربيديتي والمورتاليتي وممكن يعمل لي كواجيلوباثي. فهنا بيقول لنا حتى النقطه اللي قلنا عليها ان الكريستالويد ريسسيتيشن مش اكتر من لتر ونص بالكتير. تمام، طب انا لما هدي له بلاد هدي له قد ايه؟ زمان كانوا بيدوا باك دي ريد باك هول بلاد، كانوا بيدوا كيس دم كامل، انما دلوقتي لا، بيدوا كيس من البلازما وكيس من البليتلتس وكيس من الريد بلاد سيلز 1 تو 1 تو 1. ده لقوا ان هو بيحسن الهيميستاسيس وبيحسن الموربيديتي والمورتاليتي عن زمان. فده ممكن يجي سؤال ام سي كيو، ان هو اتكرر كتير يقول لنا ايه ازاي بنعمل بلاد ترانسفيوجن، بندي 1 تو 1 تو 1، 1 بلازما 1 بليتلتس 1 ريد بلاد سيلز. تمام، طيب في حاجه كمان الدكتوره قالت عليها مهمه اللي هي ترانزاميك اسيد. ترانزاميك اسيد ده انتي فايبرينوليتيك، يعني ايه انتي فايبرينوليتيك؟ ان هو بيمنع الفايبرينوليسيس فيساعد على الهيميستيزيس. في سؤال ام سي كيو مهم ممكن يجي اللي هو ترانزاميك اسيد اكتر وقت مناسب ان انا اديه فيه within 3 hours of injury، within 3 hours of injury. لو هو جالي بعد 3 hours of injury ممكن اديله، ممكن بس مش هيشتغل effective زي اول وقت. تمام، بنديه ازاي بقى؟ في loading dose وفي maintenance dose. loading dose بندي جرام over 10 minutes، وبعدين بندي المينتنس دوز 1 جرام انفيوجن اوفر 8 اورز. يعني في اول 10 دقائق بندي جرام من الترانزاميك اسيد، وبعدين في خلال 8 ساعات اللي بعدهم بندي جرام تاني. تمام كده الحمد لله خلصنا ايه ال سي، ما احنا كده خلصنا ال A بلس اير واي وسيرفايكل سباين ستابلايزيشن، B بلس بريثنج واكسجين، C بلس سيركيليشن وهيمريدج كنترول. بالنسبة بقى للدي اللي هي الديسابيليتي، ومين يعني بتكون نيورولوجيكال ايفالويشن، ازاي بتجلس كوكوما سكيل واحنا عارفين اللي هو الموتور والفيربال والاي ريسبونس. وفي الدي او الديسابيليتي بنأسس البيبيلاري سايز ورياكشن تو لايت. ليه؟ لان البيوبل دي تعتبر الميرور اوف ذا برين، فلو فيها مشكلة معنى كده ان البرين فيه مشكلة. وبنشوف لو في اي ساينز اوف لاتراليزيشن، معنى كده ان ممكن يكون عندي سباينال كورد انجري، وده اللي عامل لي ساينس اوف لاترالايزيشن. تمام، طيب في دي كمان لازم ناخد بالنا من شويه حاجات. ايه اللي ممكن يعمل لي ديسابيليتي ويعمل لي ديكريز ليفل اوف كونشسنس؟ شويه حاجات كده، السيريبرال اوكسجينيشن او بيرفيوجن قليل. تمام، او مثلا ممكن يكون في دايركت سيريبرال انجري، يعني مثلا راسه من ورا فيها انجري وعمال ينزف وفيها هيماتوما، وانا مش واخده بالي وعمال افحص جسمه كله وسايبه راسه وما فحصتهاش. تمام، وناخد بالنا من هنا بيقول لي لو في altered level of consciousness ناخد بالنا من الاكسجينيشن والفنتيليشن والبرفيوجن ستيز في ذا بيشنت. واهم حاجه، اهم حاجه ممكن لازم ناسس لو عندي altered mental state، يبقى انا حته الهايبوجليسيميا، لان ممكن يكون هايبوجليسيميك بيشنت، يعني هو جاله اتاك من الهايبوجليسيميا وعمل حادثه، فسبب الحادثه اصلا كله كان الهايبوجليسيميا، فاحنا لو عطينا له جلوكوز وصححنا الهايبوجليسيميا خلاص بقى زي الفل. ممكن يكون الكوليك، ناركوتكس، او اي حاجه بتالتر البيشنت ليفل اوف كونشسنس. تمام، طيب اهم حاجه بقى زي ما قلناها في محاضره الهيد انجري، حته السكندري برين انجري. احنا عارفين ان البرايمري برين انجري يعني الانجري اللي جاي لي بيه من الحادثه، هو اتخبط خلاص فحصل برايمري برين انجري، ده انا مش هقدر امنعه. اما السكندري برين انجري بيكون عاده سببه الهايبوكسيا، الهايبوجلايسيميا، الهايبوثيرميا، عشان كده لازم نمنع الثلاث حاجات دول ان هم يحصلوا. تمام، السكندري برين انجري دي وظيفتي في البرايمري سيرفين ان انا امنع ان هي تحصل، عن طريق ان انا امنع ان يحصل هايبوجلايسيميا، هايبوكسيا، وهايبوثيرميا. تمام كده خلصنا الدي. الدي كانت سهله خالص، هي صفحه واحده، نص صفحه كمان. تمام، اهم حاجه في الدي جلاسكو كوما سكيل والبيبيلاري سايز ورياكشن تو لايت والهايبوجليسيميا ونمنع السكندري برين انجري. بالنسبه للاي هي كلمه واحده، avoid الهايبوثيرميا، الاي اللي هي الاكسبوجر والانفايرمنت. في الاي المفروض ان انا ايه ابدا افحصه بقى واشوف بقى لو اشوف كل حته في جسمه هل فيها فراكتشر، فيها هيماتوما، فيها انجري، بس يكون سيجمنتال، يعني ما لوش مره واحده كده عشان اكشف عليه، لازم حته حته عشان ما يحصلوش هايبوثيرميا. تمام،
فبس كل الكلام ده بيدور حوالين ان احنا ايه نافويد الهايبوثيرميا، والهايبوثيرميا برضو نافويدت عن طريق الفلويدز اللي انا هديها له او الكريستالويد ان انا ادفيها، سواء بقى في مايكروويف او في اجهزه مخصصه لها. تمام، طيب ماشي كده، احنا الحمد لله بفضل الله خلصنا البرايمري سيرفي. نطلع فوق كده سنه صغيره نشوف احنا خلصنا ايه عشان نبقى منظمين. اول حاجه خلصناها ايه؟ البريبريشن، وقلنا كلمتين خطاب عليها. تريادنج، قلنا دي هي محاضره لوحدها. البرايمري سيرفي الاي بي سي دي ابروتش. تمام، طب في حاجات بقى مساعده للبرايمري سيرفي، او ايه بقى المساعدات بتاعه البرايمري سيرفي؟ شويه حاجات قلناها واحنا ماشيين على فكره. اول حاجه كانت ننزل تحت، تمام، اول حاجه كانت البارس اوكسيمتر، قلناها فوق، قلناها حتى لما اتكلمنا عن موضوع الاكسجين. تمام، فالبارس اوكسيمتر مهم. الكربون دايكسيد مونيتورنج، هنشوف لو في مثلا ريسبيراتوري فيلير من الكربون دايكسيد دي على عن طريق الاي بي جي، نعمل اي بي جي ونعمل اي سي جي ونركب قسطره طبعا عشان نشوف الفلويد اللي بنديها له دي بتخرج ولا لا، نشوف اليونين اوتبوت. الجاستريك كاتيتر، نعمل له جاستريك لافوج مثلا، وحاجات تانية بقى ممكن نحتاجها زي الاكس راي تشست وبلفس والفاست الاي فاست ودايجنوستيك بريتونيال لافوج. ده مش بيتعمل دلوقتي، الدايجنوستيك بريتونيال لافوج اللي قلت فكرته من شوية، بنحقن فلويدز كده وبنفضل نشفط من الابدومين، لو في بليدنج او هيمرج جوه هيطلع لي دم، ده مش بيتعمل. والاكس راي المفروض يكون، لو هنتكلم على اكس راي في البرايمري سيرفي، يكون بورتابل اكس راي، يعني اكس راي يجي يتعمل على والعيان في مكانه، بس ده مش موجود في مصر، فاللي بيتعمل معانا الفاست والاي فاست، وده مشروع في محاضره الايمجينج بتاعه الامرجنسي. تمام، فدي شويه حاجات مساعده كده، اي حاجه بقى تيجي في بالك، اي سي جي اي بي جي والكاثيتر وكده. تمام، طب كده خلصنا رقم 4. تمام، قبل ما ندخل على السكند سيرفي في حاجات احنا حاجه المفروض ناخد بالنا منها. اول ما انا اتبلغت بالبيشن ده او هو جالي المستشفى، المفروض لو انا محتاجه ترانسفير البيشن ده لمستشفى فيها تخصص مش عندي، ان انا ابدا اجراءات النقل من ساعه ما يوصل لي. يعني مثلا هو وصل لي بس ام ستيبل، فاقول استنى اعمله ستيبلايزيشن الاول وبعدين ابدا افكر هنقله ازاي. لا، حد بيبعت يخلص الاوراق بتاعه نقل البيشن لمستشفى تانية وانا بستيبلايز البيشن. تمام، فهنا بيقول لي اتس امبورتنت نوت تو ديلي transfer to perform an in-depth diagnostic evaluation لمكان تاني، يعني لو عايزين نترانسفير البيشنت. تمام، طب بالنسبه للسكندري سيرفي، مش بندخل على السكندري سيرفي، مش بندخل على السكندري سيرفي الا لما البرايمري سيرفي يكون خلص، الاي بي سي دي اي ابروتش يكون خلص وعالجت المشاكل اللي ممكن اقابلها اثناءه. يعني ايه الواي مقفول نصلحه، البي بريثنج في تنشن يوموثوركس نصلحها، الدي سيركيليشن في هيمرج وفي هايبوتنشن نصلحها، الدي ديسابيليتي نبدا ان احنا نصلحها ونستيبلايز البيشنت في هايبوجليسيميا نديله جلوكوز. تمام، فالسكندري سيرفي مش بنبداه غير لما بنعيد البرايمري سيرفي ونطمن ان هو تمام. السكندري سيرفي بيتلخص في جمله واحده اللي هي هيد تو تو ايفالويشن. هيد تو تو ايفالويشن، ابدا بقى افصص العيان من راسه لحد صباعك الصغير. تمام، بنبدا بايه؟ بالهيستوري. شايفين الهيستوري جه امتى؟ كل تروما بيشنت مش بنبدا بالهيستوري، احنا الهيستوري في النص او في الاخر حتى كمان بعد ما نكون ايه خلاص عملنا ستيبلايزيشن. الهيستوري بيختصر في كلمه اللي هي امتر، نشوف لو ليه الرجيز لاي ادويه، لو في ميديكيشنز بياخدها، لو عنده مثلا باست ايلنس، لو هي حامل، لو اخر وجبه اكلها ايه. كل تروما بيشنت اكيد مش عامل حساب ان هو جاي المستشفى، فاكيد واكل قبل ما يعمل الحادثه يعني. ونشوف بقى ايه اللي حصل بقى، خلاص احنا عملنا ستيبلايزيشن للبيشنت، نشوف بقى الدنيا كانت عامله ازاي في الحادثه، الايفنتس والانفايرمنت ريليتد تو ذا انجري. تمام، ليه بقى الايفنتس والانفايرمنت ريليتد تو ذا انجري؟ عشان ده بيحدد حاجات كتير، يعني بيديني كلو تو انسيبيت انجريز، يعني كلو يخليني اتوقع الانجري هتوصل لحد فين، او حاله البيشنت هتتدهور ولا هتتحسن ولا انظام. تمام، بصوا يا جماعه الجدول ده والجدول اللي تحته ده الدكتوره ما اتكلمتش عنهم ولا جابت سيرتهم، بس هما تافهين خالص يعني. او بيقول لنا الفرق ما بين البلانت تروما والبينيتريتنج تروما. البلانت تروما عاده بتكون في حوادث السيارات وكده، حد مش رابط الحزام كويس، او حد ايه عارفين الاكسلريشن ديكسلريشن انجريز اللي بتحصل مع الحوادث دي، هي دي. تمام، فالبلانت تروما هو ده بيدور حوالين كده، بيديك شويه امثله عن اسباب البلانت تروما. البينيتريتنج تروما بقى بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المكان اللي التروما دخلت فيه.
تمام، يعني مثلا دخلت على الليفر، دخلت على السبلين، دخلت على الكيني، دخلت على الهارت، تمرينة كارديك، تمرينات على الاورنس اللي في الباس. يعني مثلا لو البنتريتنج تروما دي سببها رصاصه، فرصاصه البوليت دي بتدخل وتاخد الطريق كله. فمثلا لو في اورجان ورا ريتروبروتينيا ممكن كمان هو كمان يتاثر، والفيلوسيتي او ذا ميسل سرعه الطلقه اللي ممكن تدخل الجسم. تمام، طيب بس كده، يعني ده ايه، ده ملخص الجدول ده. لو مش حابين نقوله خالص الدكتوره كده كده ما قالتوش، فطنشوا. طب بالنسبه بقى لايه، لحته الانجري، في حاجه اسمها ثيرمال انجري وهازارديس انجري. الثيرمال يعني ايه؟ يعني هو جاي مثلا البولي تروما بيشن ده جاي لي في حريقه، فحريقه حصلت فهو وقع فاتخبط فجاب تروما، بس هو كان الاصل ايه، كان في حريقه. فناخد بالنا في حته الثيرمال انجري والبيرن ان احنا ممكن نفكر ان يكون في كربون مونوكسيد بويزنينج، لان الحريقه بينتج عنها سي او وسيانايد والحاجات دي، فالكربون مونوكسيد بويزنينج ممكن يكمبليكيت البيرن انجريز. تمام، في حاجات بقى تانية مش سببها thermal injury، دي سببها agents تانية زي chemical وtoxins أو radiation، هي السبب في الحادثة اللي حصلت يعني. فدي ناخد بالنا منها، لأن ال chemicals والtoxins دي ممكن تأثر على pulmonary والcardiac والinternal organ والحاجات دي. تمام، وكمان كمان chemicals دي ممكن تأثر على ال healthcare providers، فهم كمان ياخدوا بالهم لما يكونوا in contact مع ال patient. تمام، طيب كده احنا خلصنا ايه؟ بالراحة كده، نفسكم كده بالراحة، وممكن توقفوا الفيديو يعني 10 ثواني كده نفهم احنا خلصنا ايه. خلصنا ال preparation، خلصنا ال preparation وال triaging وال primary survey والمساعدات اللي بتكون مع primary survey ECG EBG catheter و gastric catheter وكده، لو ال patient محتاج ان احنا transfer him، وال secondary survey قلنا مش بنعمله الا لما بنخلص ال primary ونطمن ان هو stable. وفي حاجات بقى مساعدة للـ secondary survey هنتكلم عنها دلوقتي. تمام، في الـ secondary survey احنا لسه مخلصناهوش، يعني احنا قلنا في الـ secondary survey أول حاجة ايه، الـ history. تمام، وناخد منه ايه، brief كده history عن اللي حصل والحادثة والـ environment والـ events اللي حصلت. تمام، طب في الـ secondary survey بقى بنعمل examination قلنا from head to toe، من راسه لرجله. اول حاجه في الهيد بنشوف الاي، ممكن نبعت لاوفثالمولوجيست يجي اكزامين الاي، لو في شوف الفيديو الاكوتي البيبيلاري سايز، قلنا المهمه دي ليه، والرياكشن تو لايت عشان دي مرايه البرين، لو في هامرز في الكونجنكتيفا، لو في بنتريتنج انجري، لو حد مثلا لو بنوته جايه في بولي تروما ومركبه لينسز لازم نشيلها قبل ما يحصل اديمه، وهكذا. تمام، طيب الماكسيلو فيشل انجري دي مهمه في ايه؟ لان ده مجدله فاشل، يعني ده في الفيس، فده ممكن لو حصل فيه انجري يعمل لي اير واي اوبستراكشن، او لو حتى مش الفراكتشر اللي حصل يعني في المجدله فاشل ستراكشرز هو السبب انه يعمل اير واي اوبستراكشن، ممكن يحصل بليدنج، البليدنج ده يروح يوبستراكت الاير واي. تمام، بناخد بالنا في حالات المجدله فاشل ستراكشرز. طيب في حاجه كمان، المجدله فاشل ستراكشرز لو احنا عندنا مجدله فاشل انجري ممكن يكون في injury في cribriform plate، دي حاجة كده فوق كده المفروض لو ال في ال base of the skull. تمام، فالمهم يعني لو احنا عايزين نعمل gastric intubation عشان مثلا نفضي المعدة، يعني لو هندخله عمليات او كده، فما ينفعش ان احنا ندخل عن طريق النيزو جاستريك تيوب، وبندخل بأورو جاستريك تيوب، لان احنا لو دخلنا بالنيز في النيزل كافيتي ممكن ندخل ونعمل force tract البرين ويدخلنا في infection. تمام، طيب السيرفايكال سماين والنك قلنا في الاي في البرايمري سيرفي كانت مع الاي بلس، هنا برضو نفس الحكايه هنقولها في السكندري سيرفي لاهميتها. فهنا بيقول لي في السكندري سيرفي انا هنا بشوف بقى ايه، احنا بنأسس البيشنت من راسه ورجله زي ما قلنا، وصلنا للسيرفايكال سباين والنك. اهم حاجه ان احنا بيقول لنا انه لو ما عنديش نيورولوجيكال ديفاسيت، يعني لو مش بيشتكي من موتور ديفاسيت او سنسري، ده مش بيكسكلود تماما ان هو ممكن يكون عنده سيرفايكال انجري. تمام، فلازم نعمل مثلا ايه، هنعمل سي تي او اكس راي عشان نطمن. وفي حاجات تانية كمان في سكورز كده هم قالوا انها مش علينا الدكاتره، ان هو مش علينا، بس سكورز بتساعدنا ان احنا بنأسس
هل البيشنت ده ممكن يكون عنده سيرفايكال انجري فنعمل له راديولوجي وسي تي ولا لا. زي مثلا في حاجات لو ريسك كرايتيريا، يعني ايه لو ريسك؟ يعني الحاجات دي لو موجوده يبقى هو تمام وزي الفل، يبقى ما عندوش سيرفايكال انجري. زي مثلا لو ما عندوش بوستيرير، لا نو بوستيرير ميد لاين سيرفايكال سباين تندرنس، لو ما عندوش تندرنس، لو ما فيش ايفيدنس اوف انتوكسيكيشن، لو الالرتنس تمام زي الفل، لو ما فيش فوكا نيورولوجيكال ديفيسيت، لو ما فيش بينفول ديستراكتنج انجريز، الحاجات دي كلها لو مش موجوده يس يبقى خلاص مش محتاج راديوجراف وتمام ما عندوش سيرفايكال انجري. ده اسمه ناشونال ايمرجنسي اكس راديولوجي يوتيلايزيشن ستادي. تمام، ده اختصاره يعني، ممكن يجي في الام سي كيو الاسم بس بتاع السكور. تمام، وفي سي سي ار اللي هو كنديان سي سباين رول ممكن برضو يجي، بس مش ايه مش علينا التفاصيل، مش هيديك مش هيسالك ايه الكونتنت بتاع كل سكورينج سيستم. تمام، طيب فهو بيشوف الحاجات لو هو هاي ريسك ولا لو ريسك، نقدر نعمل له راديولوجي ولا لا. طب كده خلصنا ايه سيرفايكال سباين سيرفايكال سباين وايه والنك. تمام، في حاجات بقى في النك، في حاجات في النك خاصه بيها اللي هو من انتيرير نك بقى مش ورا، الانسبكشن وبالبيشن واسكلتيشن. لو ممكن يجي لي بايه، يجي لي بسب كوتينيوس انفيزيما، التراكيه تكون ديفيتد مثلا، لو في تنشن نيموثوركس هيكمبرس الميديا سلاينم وهيودي الميديا سلاينم على الناحيه الثانيه، لو في مثلا لارينجال فراكتشر وهكذا. تمام، طيب هنشوف الكاروتيد ارتريس مثلا لو هو ايه بالبيتد حساهم ولا لا. ممكن الكاروتيد ارتري يحصل له انجري لو في ايه بنتريتنج انجري، حد واخد سكينه في رقبته. تمام بقى، ونفس الحكايه بيقول لي ان بلانت كاروتيد انجري كان بريزنت وذ كوما او وذ او without neurological finding. يعني ال plant carotid injury، انه ال carotid injury ال carotid artery يحصل له injury في حالات ال plant trauma، ممكن يجي with coma من غير neurological finding. يعني هو حصل له injury في ال carotid vessel او carotid artery، فهو ال presentation بتاعته اللي هيجي بيها ايه coma. ليه؟ لان الدم اللي وصل للبرين مش هيبقى efficient. تمام، ازاي بقى نشخصها؟ نعمل CT angio او angiography او duplex ultrasound عشان ايه نexclude هل في cervical vascular injury ولا لا. تمام، طيب بالنسبة للتشست احنا هنعمل ايه؟ inspection palpation auscultation وبركشن. اكتر حاجة بنخاف عليها في التشست ايه؟ tension pneumothorax، دي اهم حاجة. ممكن نخاف برضو من الماسيف هيميثوركس، فبنعمل ال e fast. تمام، ناخد بالنا ان tension pneumothorax ده قلناه في primary survey، فما ينفعش اوصل للسكندري سيرفي واكتشف ان انا عندي تنشن نيموثوركس، لا ده خلاص يعني هو هنا دوره انتهى. يعني مش استحاله ان انا الاقي تنشن نيموثوركس في سكندري سيرفي لو انا كنت شغاله برايمري سيرفي صح، فاهمين؟ فهو في سكندري سيرفي انا بعمل الحاجات دي كلها في تشست لي، عشان لو في مثلا نيموثوركس على خفيف سيمبل نيموثوركس فانا خايف ان هو يقلب تنشن لو حطيته على ميكانيكال فنتليشن. في سيمبل هيموثوركس انا برضو عايزه خايفه من حته ان هو ممكن يحصل له شق وهكذا. تمام، وبعدين بقى بيقول لنا شويه كلام احنا عارفينه اللي هو ايه، لازم نعمل فيجوال اكزامينشن للتشست من قدام ومن ورا، لان ممكن يكون في تروما في ظهره هي اللي عامله لي اوبن نيموثوركس او عامله لي في بليل سيجمنتس، يعني في كام ريب مكسورين. ولازم نعمل ايفالويشن لكل حاجه في التشست بقى، الكلافيكال والريب والاسترنم وهكذا. تمام، ونشوف هل في كونتيوجن وهيماتوما في التشست وول، ده ممكن يأثر على اللنج. ممكن نشوف بقى ايه الاعراض اللي هو جاي بيها، يعني ممكن اصلا اعراض اللي تشست انجري هيجي بايه، بين لان في انجري وديسنيا وهايبوكسيا ان اللنج مش عارفه تفنتليت كويس. تمام، طيب ممكن ايه الانفستيجيشن اللي نعملها في حالات التشست؟ هنعمل اي فاست او اكس راي، هنا اكس راي ينفع. تمام، ممكن نشوف سامبل نيموثوركس، الاي فاست لو شفته محاضره الايمجنج يقدر ان هو يتدكت هل في هيموثوركس ولا لا او سامبل نيموثوركس. تمام، ونشوف هل في ريفراكتشر والحاجات دي. تمام، طيب في حاجه بقى مهمه اعتقد دي مهمه اللي هو ايه، بصوا هنا النقطه دي، هنا وايد الميديا ستاينم، يعني انا لو لقيت الميديا ستاينم في الاكس راي وايد معنى كده ان انا عندي ايه، ان انا عندي اورتيك رابتشر. الأورطة لما بيرابتشر بيعمل لنا ايه؟ وايدنج للميديا. بصوا زي هنا كده، دي صورة اكس راي، في هنا وايد ميديا ستاينم، على طول ابدأ افكر ان هو ممكن يكون عندي اورتيك رابتشر. تمام، تمام، بالنسبة للابدومين اند بلفس برضه نفس الحكاية، حتة الابدومين بلفس ان اكتر مكان بيتجمع فيها الهيموريج، فبرضه يعني نفس الرغي بيقول لنا ايدنتيفيكيشن للايكيموزس، ازاي اعرف ان في بلفيك فراكتشر، حته لو في ايكيموزس كده شويه كدمات على الاليك بينكس على البيوبس على الليبيا على السكروتوم في الحته في البرينيوم.
وممكن كمان نشوف حتة ايه البريفر بولس، يعني ممكن لو عنده فاسكر انجري في الابدومين او في البلفس نشوف ان اساس البولس الانتير تيبيال والبوستير تيبيال والبوبليتين، نشوف البولس تمام ولا لا. لو مش تمام معنى كده ان في ممكن يكون في فاسكولار انجري. تمام، بس كده الكلام ده كله متعاد بقى. بالنسبه للبرينيوم والريكتم والفاجينا نفس الحكايه، بيقول ان احنا لازم نشوف البرينيوم والريكتال اكزامينشن والفاجينا اكزامينشن. كل الرغي ده هدفه ايه؟ ان انا اشوف هل في هيماتوما كولكشن او كونتيوجن او لاسيريشن ولا لا. وطبعا البريجنسي تيست في الفيميلز في التشايلد بيرنج ايج. الماسكل سكليتن هنشوف حته الكونتيوجن والديفورميتيز في الماسلز والبونز، هنشوف هل في تندرنس، ممكن نعمل اكس راي. فحتى يعني ممكن كمان لو عملنا الاكس راي ولقيناه نورمال مش هنعتمد عليه قوي، يعني ممكن ايه يقول لي في significant extremity injury، ممكن يكون في injury في الاكستريميتيز حتى لو مفيش evidence على الاكزامينشن او الاكس راي. نتعامل على طول حتى لو الاكس راي نورمال. تمام، وحته الليجمنت ان هو يرابتشر ده ممكن يعمل instability الليجمنت، فالجوينت هيبقى unstable وكده. تمام، بس كده. بيقول لنا ان المسكل سكيليتال اكزامينشن نوت كومبليت، دي مهمه ممكن تيجي في الام سي كيو، ان المسكل سكيليتال اكزامينشن از نوت كومبليت without an examination of patient's back. يعني وانا بعمل مسكل سكيليتال اكزامينشن لازم اشوف ظهر العيان كمان، يكون في حاجه في ظهره. تمام، نيورولوجيكال نشوف الموتور والسنسوري. ليه؟ لان لو في سيرفايكال انجري ده ممكن يعمل لنا ايه؟ هيعمل لي موتور ديفاسيت وسنسوري ديفاسيت. وطبعا نيورولوجيكال ما ينفعش نقولها من غير ما نقول حته الجلاسكو كوما سكيل. ولو عنده هيد انجري ناخد بالنا منها، ناخد بالنا من حته الهيد انجري عشان ممكن يتدريريت في اي لحظه ويحصل له سكندري برين انجري. تمام، طيب بس كده تقريبا. يعني في نيورولوجيكال برضو هو هنا لو شايفين بصوا انه في ال في هنا بصوا اخر جمله مكتوب ايه، ان protection of spinal cord is required at all times until spinal injury is excluded. بمعنى ان انا لو عندي patient في الاستقبال وانا هنقله لمكان تاني لازم ادوكيمنت هل هو عنده neurological deficit ولا لا. حتى لو ما عندوش لازم ناخد بالنا ون protect ال spinal cord ال spine عشان ما يحصلوش اي injury لحد ما اكسكلود ان هو ما عندوش injury. الحمد لله. تمام، طيب في بقى شوية ايه مساعدات للسكندري سيرفي، او اللي هو ايه لو عايزين مثلا تست حاجات بقى سبيشالايز مش حاجات جنرال، زي مثلا الاكس راي، زي مثلا السي تي على الهيد والتشست والابدومين والسباين. ممكن نعمل كونتراست يوروغرافي لو مثلا انا شاك ان انا عندي انجري في اليورينري بلادر او في اليوريثرا، ممكن نعمل سي تي انجيو، ممكن نعمل ترانس اوسوفيجيال التراساوند، برونكوسكوب، اوسوفيجيسكوب، او دايجنوستيك بروسيجر ايا كان بقى. تمام، الحاجات دي كلها بتحتاج وقت، فانا ما اقدرش ان انا اعمل الحاجات دي اللي هو السي تي ويز انجيو وانا عندي البيشنت انستيبل وما خلصش برايمري سيرفي، عشان كده اتحطت في نهايه السكندري سيرفي. واخيرا الريفالويشن، بنرجع نعمل الاي بي سي دي تاني عشان نطمن يعني ان هو ايه ما حالته ما تدهورتش. ولازم نطمن، فاكرين الكاتيتر اللي ركبناه في الاول، لازم نطمن اليورين اوتبوت تقريبا 0.5 ملي جرام ملي بير كيلو جرام بير اور. تمام، ده في الادلت، في الاطفال بيكون 1 ملي. تمام، فده الرقم مهم اعتقد. او في الاطفال اهو هنا، اهو هنا مكتوب هنا 1 ملي بير كيلو جرام بير اور. تمام، ده في الاطفال اكبر من سنه، في الادلت نص. ده السؤال، الرقمين دول مهمين وممكن يجي في الام سي كيو الدكتوره اكيد تعليم في المحاضره. يعني ايه في الري ايفالويشن انا بطمن هل هو بيجيب يورين كويس ولا لا. وطبعا طول ما هو قاعد معايا بعمل له اي بي جي وبشوف الكربون دايوكسيد انزيم. واخيرا الديبينيتيف كير، لو هو في حاجه بقى انا مش هقدر اعالجها له، بس هي مش لايف ثريتنينج خلاص، فهي ايه خلاص هي مش لايف ثريتنينج بس محتاج ان هو في حاجه محتاجه تخصص معين، فهو هيروح بقى للتخصص الفلاني، فده الديبينيتيف كير. تمام، بس طبعا do not start definitive treatment until secondary survey is completed unless required as life saving measure. تمام، بس كده احنا كده ايه خلصنا الجزء بتاع المحاضرة بتاعة البوليتروما. عارفة الموضوع الأخير ده كان تقيل شوية بس هو كله قراية، لأن حرفيا والله العظيم أنا حضرت المحاضرة وسمعت الريكورد والدكتورة ما أكدتش على موضوع الشست والبلفس والأبدومين والنك والحاجات دي. لا هو موضوع ايه، مش مجرد انيميريشن في السكندري بي، انا باسس مثلا الهيد والنك والحاجات دي، والحاجات اللي كانت بالهايلايتنج اللي انا عملت عليها دي ممكن تكون بس هي موضوع اسئله، اكتر من كده ما تشغلوش بالك. يعني كده اتكلمنا عن البريبريشن والتراياجينج والبرايمري سيرفي والحاجات المساعده للبرايمري سيرفي والسكندري سيرفي. لا قلنا حته لو هننقله وبعدين السكندري سيرفي، و
الحاجات المساعده للسكندري سيرفي زي سي تي وسي تي ويز انجيو وريفالويشن وديفينيتيف كير. تمام، طب نشوف بقى موضوع التيتول، يعني هو نفس الرغي والله العظيم. هنلاقي فيه باراجرافس كده منقوله كوبي بيست من هنا لهنا، فمش هنقول طبعا تاني. اول حاجه قلناها حته التيم ورك، وده اللوج رول. لو تفتكروا مش احنا قلنا لازم نأسس البيشنت باك عشان نشوف ظهره لو في اي هيماتوما كونتيوجن تندرنس، فبينقلوا بالمنظر ده. حد بيبقى عامل مايس اللي هو المانيوال ان لاين ستابلايزيشن، الدكتوره اللي واقفه هناك دي، وفي ثلاثة واقفين هنا، في واحدة واقفة عند كتفه من الكتف لحد البلفس. المفروض ده كمان هيحط ايديه من فوق البلفس لحد رجله، وبيبدأ ان هما يقلبوه. لو نشوف فيديو مع بعض كده، وده الروج رول. It takes four people to properly log roll a patient. This procedure keeps the patient's entire body in neutral alignment and minimizes any movement of the spine. It is helpful to cross hands at the patient's hip so that the team members at the patient's side will move together when rolling the patient. When signaled, roll the patient and remove the backboard. Now is a good time to evaluate the patient's back. When signaled by the person at the تمام كده، ده اللوج رول بوزيشن يعني. طيب نكمل كلام. فاحنا كده بنتكلم على بوش تو بولي ترومبوشن، هنعمل ريكاب لان احنا كل حاجه دي قلناها. وهنا بقى السيرفي البرايمري والسكندري، البرايمري الاي بي سي دي اي ابروتش، وكلامنا عن كل حاجه. والام بتاعنا ان احنا ايدنتيفاي لايف ثريتنينج كونديشن، الكلام ده كله مكتوب. وحته 10 سكند اسسمنت، نساله ازيك عامل ايه، اسمك ايه، فاكر ايه اللي حصل ولا لا. تمام بس. وبعدين بدأنا بالاير واي والكلام ده ما كان مكتوب قبل كده، الفورين بودي والانجريز والسكشننج. بس اهم حاجه ريبيتد اسسمنت اوف اير واي بيتنسي از مانداتوري، نطمن الاير واي ما تسدش في اي وقت من الاوقات. وحده الاجيتيشن قلنا معناها ان في هايبوكسيا، وفي حاجه اسمها سي سو بريثنج، او ان يكون عندي بارادوكسيكال تشيست اند ابدومين موفمنت، ان يكون بطنه بتتحرك قبل، مش بيجي تشيست، ان هو حركه عكسيه. المفروض احنا بنتحرك في تشيست بيترفع لفوق، لا في الشخص ده تشيست مش عارف يترفع. تمام بس. وبعدين هنا واحنا بنعمل ايروي مانجمنت لازم ندي اكسجين زي ما قلنا، ونعمل اي بلس اللي هو ريستريكشن للسيرفايكال سباينال موشن. اتكلمنا عن موضوع الاي بلس سيرفايكال سباينال وحته المايلز، ودي صور افضل يعني توضحها. هنا بصوا مثبتين النك ازاي، هنا ساند على كتفه عشان يثبت النك، دي مانوال انلاين ستابلايزيشن. وهنا نفس الحكايه، دي حاجه اسمها كولر، فيلاديلفيا كولر، لو تفتكر احمد حلمي في الفيلم كان لابس حاجه شبهها كده. و اهو يعني ايه، بنحط الكولر من تحت، في حد بيثبت النك وبيدخله من تحت، وبعدين بيقفل بقى الكولر. تمام، فالكولر بوزيشن تشيك بعد ما ركبته، اهم حاجه اهم حاجه يكون سنتر يعني في النص، والستراب ار ايفن يعني الحته اللزقه دي تكون متساويه، ولازم الدقن تكون مرتاحه، وكولر ثابت، والبيشنت عارف ان هو يبلع ويتنفس بس مش عارف ان هو يحرك راسه ولا يمين ولا شمال، وده الهدف منها ان هو ما يحركش راسه اصلا، ويقدر ان هو يفتح بقه نص البتس. تمام طيب، وكلمنا عن دي بس حته النيورولوجيكال شوك. المفروض قلنا في الـ A، احنا قلنا A plus ليه؟ عشان في cervical spine injury. We have cervical spine injury ليه؟ عشان حتة neurogenic shock. Neurogenic shock بتحصل لما بيحصل injury لـ sympathetic chain. Sympathetic pathway أو sympathetic chain دي بتتقطع لو cervical spine اتقطع. تمام؟ فدي حاجة مميزة قوي تيجي بيها، هيجي بـ hypotension بما إنها shock، هي كل شخص هتيجي بـ hypotension و bradycardia، ودي حاجة مميزة للشوك، فهي للneurogenic shock. الهايبوفوليميك شوك بتيجي بـ hypotension و tachycardia، أما دي neurogenic shock هتيجي بـ hypotension و bradycardia. تمام؟ طيب بس. فهنا برضو نفس الحكاية، لو هو جاي لي بشوك اصلا، لو هو جاي لي بشوك، فنبدا نفكر ان هي ممكن تكون هايبوفولاميك شوك، لان ده بولي تروما بيشن هيموراجيك شوك. بس برضه ما نستبعدش حته نيوروجينيك شوك، ازاي نفرق ما بينهم؟ الهايبوفولاميك شوك معاها تاكي كارديا وهايبوتنشن، نيوروجينيك شوك هايبوتنشن وبريدي كارديا. تمام. طب نديله ايه بقى لو انا اتاكدت ان هو نيوروجينيك شوك؟ فلويدز وفازوبريسور، ان هي شوك، ونديله دوبامين او نورابينفرين، دي حاجات برضه بتعمل فازوكونستريكشن. ممكن نديله اتروبين لو في انستيبل بريدي كارديا. تمام، ودي اللي احنا قلناها هناك، ازاي ان اساس ان في سيرفايكال انجري ولا لا. وهنا الاكسجين والسكشن دي اللي بتكون مع مين، مع الايروي مانجمنت. ودي الهيتل تشن ليفت والجوس راست،
وهنا دي نيزوفرينجال اوروفرينجال اير هناك قلناها، ولا ما نحطش النيزوفرينجال اير في حالات ايه؟ في حالات ان انا يكون عندي بيز سكال فراكتشر. انا اعرف ده ازاي؟ ما يكون عندي مثلا كي بري فورم بليت فراكتشر، يكون عندي نيزل فراكتشر، يكون عندي راكون اي عيون عيونه كده في بايلاترال اكيموزس في البري اوربيتال ريجن، او فاتل ساين دي بيكون بوست اوريكولر. معنى كده ان انا عندي بيز سكال فراكتشر، العلامتين دول الراكون اي والباتل ساين. او لو عندي سي اس اف ليك سواء كانت راينوريا او اوتوريا، راينوريا يعني في سي اس اف بليك من النوز، اوتوريا يعني في اس اف بليك من الاير. تمام. طيب كده خلصنا ايه الجزء ده. طيب وبعدين قلنا لو النيزوفرينجال او فرينجال اير واي ما نفعش، هنبدا ان احنا ايه ننتيوبيت. طيب ايه الانديكيشنز اوف انتيوبيشن؟ اول حاجه الايه، inability to maintain patent airway، هو مش عارف يخلي الايروي بتاعه patent. تمام، فلازم نركب له انتيبيشن عشان لو اتقفل انا مش عارف افتحه. البي inability ان هو ايه، ان انا اوصل له اوكسجينيشن كويس، يعني هو في ابنيه هو مش عارف ياخد نفسه. تمام، وهنا مقسمها لنا الانديكيشنز اوف انتيبيشن على حسب الاي بي سي دي. الاي اللي هو الاير واي، هو الاير واي مش مفتوح، بي مش بيتنت. البي اللي هو البريثنج، الاكسجينيشن فيه مشكله. السي اللي هي السيركيوليشن فيه هايبوتنشن. الدي اللي هي الديسابيليتي لو الجلاس كوكوما اقل من 8. تمام، والبي بريثنج والفنتيليشن اتكلمنا عنها، وقلنا اهم حاجه بنعمل اسكلتيشن عشان نشوف الاير انتري، لو في تنشن نيموثوركس مش هيبقى فيه اير انتري. وصفها دي كلها اتكلمنا عنها، والاكسترنال والانترنال هيمورج اتكلمنا عنها. فاضل بس حته الانديكيشنز فور لابروتومي، هي دي ما كانتش مكتوبه هناك. امتى نعمل لابروتومي؟ امتى نفتح بطن البيشنت؟ امتى نفتح عشان نعمل اكسبلوريشن؟ لو عندي بلانت ابدومينال تروما، بس البلانت تروما دي ما يعني ما فيش اكسترنال هيموريدج، يعني مش بنتريتنج، بس في هايبوتنشن وبوزيتيف فاست، يعني لما عملت الفاست اللي هو الالتراساوند السريع ده لقيت ان انا عندي فلويد اكيوميليشن في الابدومين. تمام، او في انترا بريتونيال بليدنج انا اقدر اديتكتد كلينيكلي، او without another source of bleeding، بمعنى ان انا مش لاقيه source of bleed، حاجه بتبليد قدامي بس في hypotension، فانا ايه هفتح واكسبلوريت اشوف ايه المشكله. تمام، لو عندي hypotension ومعايا abdominal wound penetrate ال anterior fascia، ده برضه نفس الحكايه، معنى كده ان هو دخل على الفيسرا، فبتحتاج ان انا اعمل لابروتومي وافتح واشوف. لو في gun shot، مشكله ال gun shot ايه اللي هي الطلقات، ان هي بتترانسفيرس البريتونيل كافيتي فبتاخد بقى ايه الابدومين كله. لو في افسريشن اللي هو الابدومين خارج لبره، الانتستين كلها خارجه لبره، يعني ده انديكيشن وش على طول ان هو يدخل يعمل لابروتومي. لو في بليدنج من الاستومك، من الريكتم، من الجينيتال تراكت فولونج بنتريتنج كروما، لو عندي ساينس اوف بريتونايتس، لو في فري اير ريتروبريتونيال اير او رابتشر للهيميدافراج. لو انا عملت سي تي بقى كونتراست انهانس سي تي ولقيت ان في رابتشر جي اي تي كاسترو انتستاين تراكت، حاجه بالرابتشر جوه، او انتربريتونيال بلادر انجي حاجه فيها رابتشر البلادر مثلا، او جي اي تي او الرينال بيديكل او ان كان. تمام، والفوليوم ريبليسمنت اتكلمنا عنه بالتفصيل، وقلنا لازم يكون ورم ومش اكتر من لتر، ولو اللتر ما نفعش بندي ايه بلاد ترانسفيوجن 1 تو 1 تو 1. وحته الترانزيميك اسيد اتكلمنا عنها وقلنا انه انسب وقت في اول 3 ساعات، واتكلمنا عن الديسابيليتي والاكسبوجر، قلنا السيجمنتال اكسبوجر واهم حاجه نخاف منها الهايبوثيرميا، عشان كده بنعمل سيجمنتال اكسبوجر. وشفنا الفيديو ده اللي هو بتاع ايه لوج رول. تمام، ودي المساعدات بتاعه البرايمري سيرفي، وده الاي فاست مشروح بالتفصيل في محاضره الايمجنج تيتوريال، انت تشوفوه هناك، يعني مشروح احسن بكتير من لو قلته هنا بسرعه. وفي نهايه البرايمري سيرفي لازم نري اساس الاي بي سي دي ابروتش تاني عشان نتدرماين هل هو تمام كده نبدا في السكند سيرفي، او نبدا ان احنا نعمله ترانسفير لمكان تاني ولا لا. تمام، السكند سيرفي قلنا هناخد هيستوري الامتل اللي هو الالرجي والميديكيشن باست هيستوري واللاست ميل والايفنتس، وحاجات بقى مساعده للسكند سيرفي اللي هو السي تي سكان والاكس راي والكونتراست والانجيو برونكوسكوبي والحاجات الاسوفوجاسكوبي، الانترفنشنز الدياجنوستيك ايمجينج اللي بتحتاج وقت، لو مش هينفع اعملها في البرايمري بس هتتاجل للسكندري. تمام كده الحمد لله خلصنا البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي، وزي ما قلت لكم ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم كده وتكتبوا كل حاجه قصادها كلمه ولا كلمتين بتعبر عنها، والباقي انتوا فاهمين. تمام، ده بقى في الهيد تروما. الموضوع اصلا ده مشروح، يعني ده اتشرح خلاص في الليكتشر بتاعت الهيد تروما، بس هنا برضو ايه مش عارفه بيعيدوا تاني ليه، بس هنقول لو في حاجه زياده.
الهيد تروما المفروض ان احنا بنأسس البيشنت على حسب الجلاسكو كوما سكيل. الجلاسكو كوما سكيل ممكن يكون مايلد او مودريت او سيفير، ومايلد الحمد لله نسبة الحالات اللي بتكون 80%، تمام. والسي تي جولد ستاندرد دايجنوزس للهيد تروما، تمام. طيب التايبس اوف انجري ممكن يكون مشكلة في السكالب او في السكال. الهيموريد اللي احنا عارفينها، الابيديورال او السب ديورال، وفاكرين طبعا زي الفرق ما بينهم، دي بتكون سيمي، بتكون شبه العدسه كده، ودي بتكون شبه الهلال. والسب اريكينويد بتكون ما بين السلساي والجيراي، والكونتيوجن والانترا سيربرال هيموريدج بتكون بقى جوه البرين نفسه، تمام. دي مش مهمه اهو. وهنا برضو نفس الجمله اللي احنا بنعيدها في كل مره، ان prevention of secondary brain injury by maintaining adequate oxygenation and perfusion are the main goals of initial management. احنا نمنع secondary brain injury. ايه اسباب secondary brain injury؟ يكون عندي hypotension, hypoxia, hypo hypercarbia، ان الكربون دايكسيد يكون عالي او قليل، لان هو لو قليل هيعمل ايه؟ هيعمل فازو كونستريكشن، ان الكربون دايكسيد من الحاجات اللي بتعمل فازو دايلاتيشن. لو قليل هيعمل فازو كونستريكشن، يقلل بلاد سبلاي رايح البرين. لو عالي هيعمل فازو دايلاتيشن، وبرده في نفس في الوقت ده برده هيقلل بلاد سبلاي، تمام. سيفير فازو دايلاتيشن يعني. لو في انيميا، لو هايبر بايركسيا او هايبوثيرميا، يعني الاثنين برده ممكن يعملوا لي سكندري برين انجري، تمام. ودي مهمه، ممكن تيجي برده سؤال، ايه الاثراسيك تروما؟ خدناها قبل كده في النيورو سيرجري، الليثال ساكس والهيد اند تكس. الليثال ساكس يعني الحاجات اللي بتموت في ساعتها، الاير واي اوبستراكشن اكيد، حد الاير واي بتاعه اوبستراكتد يعيش ازاي؟ مش هينفع. اوبن نيمو ثوركس، تنشن نيمو ثوركس، ماسيف نيمو ثوركس، دول تحفظهم مع بعض. لو في فليلي تشيست، لو في كاردياك تامبونات، تمام. الهيد اند تكس اثنين كونتيوجن، كارديا كونتيوجن وبالمونري كونتيوجن، دول مش هيموتوا دلوقتي بس لازم نتعامل معاهم قدام في سكند سيرفي مثلا. وثلاثة disruption، aortic disruption، tracheal bronchial disruption، esophageal disruption، ولو في diaphragmatic tear، تمام. ال airway obstruction اللي ممكن يعمل obstruction قلناها 100 مرة قبل كده، حتة ال swelling وال bleeding وال vomitus، لو في laryngeal injury، وال maxillofacial injury اللي هو بالمنظر ده هنا، بصوا شايفين ال secretions بالهبلة دي وال bleeding وال edema دي كلها ممكن ت obstruct ال airway، تمام. طب في حتة بقى ايه، tension pneumothorax، مشروحة 100 مرة في كذا مكان، بس ممكن نقول الكلام المكتوب هنا، ان سببها بيكون في one way valve، في valve كده فتح وبيدخل هواء في البلوره اللي حوالين اللنج، فالهواء ده بيكمبرس اللنج فبيضغط على الميديستاينم، تمام. الميديستاينم ديسبليس للاوبزيت سايد، فبيقلل الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب ويكمبرس الاوبزيت لنج، تمام. فيعمل لي في النهايه ايه، الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب قل بسبب حاجه ضغطت عليه، يبقى دي اسمها اوبستراكتيف شوك، فيقلل لي كارديك اوتبوت، تمام. طيب tension pneumothorax one of the reversible causes of cardiac arrest. ليه بقى؟ لان دي اول ما بتدكت على طول، اول ما بتدكت ان انت عندك tension pneumothorax needle decompression والموضوع انتهى، انما لو سبته ممكن يموت في ساعتها. فالدياجنوز بتاعنا كلينيكالي، مش هنوديه اوضه الاكس راي عشان نعمل له اكس راي عشان نشوف هل في عنده tension pneumothorax ولا لا. ده بيتدكت كلينيكالي، بيشوف بنلاقي عنده هايبوتنشن وهايبوكسيا، التراكيه بيكون ديفيتد لان الميديستاينم ديفيتد للناحيه الثانيه، بيكون عنده تشست بين واير هانجر والتاكيبنيا والريسبيراتوري ستريس وتاكي كارديا، ان هو مش عارف ياخد نفسه، وفي حاجه ضغط على الميديستاينم، حاجه ضغط على الهارت، وحاجه ضغط على اللنج، وهكذا، تمام. لو بنيجي نسمع بالسماعه بالاسكلتيشن، هتلاقي ابسنت بريت ساوند يونيلاترال في المكان اللي فيه تنشن هيموثوركس، هتلاقي الهيميثوركس، هتلاقي الناحيه مرفوعه عن الثانيه وما فيهاش ريسبيراتوري موفمنت، عامله شبه البالونه المنفوخه. لو بنعمل بيركشن هنلاقي هايبر ريزونانت نوت ونيك فين ديستنشن بسبب الكومبريشن على الميديستاينم، فالسوبير من كده مش عارف يفضي في القلب، فيعمل ايه؟ هيعمل ديستنشن للنيك فينز وساينوزس ده في الاخر، تمام. هنعمل ايه؟ immediate decompression. المكان فين مهم جدا، ممكن يجي ام سي كيو، في ال fifth intercostal space slightly anterior to mid axillary line، بنحط النيدل بتاعتنا في المكان ده، تمام. دي اسمها ايه؟ needle decompression. بنحوله من tension pneumothorax ل simple pneumothorax، مش هيموته، تمام. ممكن نعمل finger thoracotomy زي المنظر ده كده، هو بيفتح كده بالشيس وبيدخل صباعه وخلاص، او نعمل الاحسن بقى اللي هو tube thoracotomy، تمام. بس دي محتاجة حد متدرب عليها كده، طيب، تمام. طيب في بقى open pneumothorax، احنا عندنا هنا مثلا بسبب penetrating trauma، ففي هوا بيدخل من هنا ومفروض في هوا بيدخل من التراكين، فالهوا لو لقى الحتة دي واسعة فيقول ايه؟ هيقول طب ما التراكين دي ضيقة والباث الطبيعي بتاع الاير
وضيق، فانا هعمل ايه؟ هختار الطريق الاسهل اللي هو الطريق ده، فهنا بيعدي منه، فبيفضل الهواء داخل من هنا ومش بيدخل على التركية من هنا، تمام؟ فهنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ هو هيجي لي بين وديفيكولتي في البريسنج وتاكبنيا، والبريس ساوند برضه هيقل، لان في ديني ثوركس في النهاية، بس اوبنينج ثوركس ونويزي موفمنت اوف اير ثرو ذا تشيست وول انجري، الاير عمال يتحرك جوه، هو مش اير انتري، هو ده الاير اللي في البلورا. فالمانجمنت بتاعتنا ان احنا نعمل الصوره، الحاجه اللي في الصوره دي نحط تاب كده، تاب كده حاجه ستيرايل، وبحيث ان احنا نربطها او نقفلها من الثلاث نواحي وناحيه تكون مفتوحه، فلما ياخد نفس الستيرايل تاب دي هتعمل ايه؟ هتتقفل بالبريشر، هتتقفل تمام، لما يخرج النفس هتتفتح ويخرج منها الهواء، تمام. فده كده اي حاجه مؤقته لحد ما ايه، ما ندخله السيرجن، تمام. طب بالنسبة للماسيف هيمو ثوركس اللي احنا خايفين منها، فيها سؤال ام سي كيو مهم جدا ممكن يجي بيها، انه امتى اقول ان هي ماسيف هيمو ثوركس؟ لو في بلود اكيموليشن في البلورة اكتر من 1500 ملي، تمام، فده واخد الدم اللي في الجسم لتر ونص تقريبا، واخدهم حاططهم في البلورة، فده ممكن يتملي هيموراجيك شوك. المانجمنت بتاعنا طبعا نحافظ على بلود فوليوم ونعمل دي كومبريشن تشست تيوب. طيب ايه بقى الانديكيشنز ان انا افتح، ان انا ما اعملش بس ايه نيدل دي كومبريشن وخلاص، ان انا اعمل ثوراكوتومي؟ لو immediate output of يعني البلاد اللي بيتجمع في البلوره 1500 مره واحده، يعني 1500 لتر مره واحده immediate collection، او الريت اوف كونتينينج بلاد لوس، يعني ايه؟ لقيت انه الاكيوميليشن بيبقى 200 مللي بير اور لمدة ساعتين لأربع ساعات، يعني في خلال ساعتين لأربع ساعات كل ساعة بيتجمع لي 200 ملي، تمام؟ ف200 ملي إن هما الجسم يفقدهم في ساعة حاجة كبيرة جدا، فلازم نعمل إيه؟ ثوراكوتومي. فالرقمين دول مهمين، لو في immediate output ل1500 ملي من البلاد أو أكتر، يعني حاجة مرة واحدة، أو الريت إنه إن اللي يحصل بلاد لوس، يعني إيه بلاد لوس؟ ما هو الدم لما بيروح هنا في البلورة ده كده الجسم فقده خلاص، يعني هو ده مش موجود في السيركيليشن. لو 200 مللي بير اور لمده ساعتين لاربع ساعات، دي حاجه برضو ايه انديكيشن للثيراكوت. الكارديك تامبونات احنا عارفينها ان في بلود اتجمع حوالين الهارت، فعمل كومبريشن على الهارت، تمام. ازاي نشخصها؟ بحاجه اسمها تكست تريال، بتلاقي الستاندرد جوجلر فينز، وبنلاقي مافلد هارت ساوند لما نحط السماعه ونسمع، ولو بلود بريشر هايبوتنشن، بس يعني دي مش بتبقى اكيوريت قوي في الاستقبال، احنا كده كده مش سامعين حاجه، فبنلاقي دي اكتر حاجه الجوجلر فينس اكستنشن والهايبوتنشن. المانجمنت بنعمل حاجه مؤقته كده اللي هي البريكارديو سنسيدس، يعني احنا ندي كومبريس الكارديك تامبونات لحد ما يدخل يعمل ثوراكوتومي، تمام. الفلين تشيست يعني ايه؟ يعني انا عندي 2 ريبس او اكتر مكسورين، تمام، بالمنظر ده، فده بيعمل لي بارادوكسيكال موفمنت، تمام. طيب المانجمنت بتاعت الفلين تشيست، يدي له اكسجين فنتيليشن fluid resuscitation, early intubation of mechanical ventilation، ولو عنده significant hypoxia، significant hypoxia ده محتاج mechanical ventilation. يعني ايه significant hypoxia؟ ان الاكسجين اقل من 60 مليمتر mercury، تمام، او الساتوريشن اقل من 90%، تمام. طيب او لو هو عنده COPD اصلا ورينال فيلير، يعني احنا كده عندنا الانديكيشنز of intubation و mechanical ventilation اللي هو عنده significant hypoxia، وقلنا الرقمين اللي هو ال partial pressure of oxygen أقل من 60 وال saturation أقل من 90، لو عنده COPD أصلا من الأول، وندي analgesics و non steroidal و local anesthetic administration، مسكنات يعني عشان البين اللي بيبقى حاسس بيه بسبب ال flat chest، ما دي ريبس مكسورة، تمام. والنوت دي احنا قلناها هناك، قلنا حتة ان السيمبل نيموثوركس والسيمبل هيموثوركس مش هيموتوا، ممكن نخليهم في السكند سيرفي، بس السيمبل نيموثوركس ممكن نقلب بتنشن نيموثوركس لما نحطه على بوزيتيف بريشر فنتليشن، لان ده بيزود البريشر في البلورة، تمام. حاسه ان انا طولت جدا، مش عارفه، بس انا قلت اشرح التيوتوريال مع المحاضره عشان تذاكروهم الاثنين مع بعض، بعتذر جدا على الاطاله، والله العظيم انا ما كروتش، يعني لو في حاجات انا عديتها بس هي مش كروته، هي لو حاجات لو قريتوها تافهه جدا ومش موضوع سؤال والدكتوره ما قالتهاش، فأتمنى أكون قدرت أوصل المعلومة بشكل كويس يعني. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.